وأهمية الموصل للجمهورية الإسلامية الإيرانية؟ لا، الموصل أهميتها للجمهورية العراقية، جمهورية العراق، وأهمية البصرة لجمهورية العراق. أنا ما أعتقد أكو عراق بدون بصرة وعراق بدون موصل. وبالمناسبة احنا نازلين في كل المحافظات، يعني حسب وضعنا، وكنا قد نوفق هنا ولا نوفق هنا، هذا شيء طبيعي. أنا أعتقد تعريفي المشروع الوطني هو عدم تخلي عن الهوية، ولا مشروع الوطني يفشل إذا تيجي من الشيعي يكون مو شيعي، ومن الإسلامي يكون مو إسلامي، ومن الليبرالي يكون مو ليبرالي، ومن ما يصير مشروع وطني. احنا المختلفون في مشاربنا المتفقون على منهج سياسي لشكل مشروع سياسي. كم مقعد حصلتوا بالانتخابات الماضية؟ قائمة النصر أخذت يعني لا مو النصر تحديدا، قائمة النصر بالموصل أخذت 6 مو؟ 7. 7 كانت. ايش قد كان من عندها العطاء؟ كان يعني بالتصنيف الحالي من الأشخاص الموجودين ذاك الوقت كانوا 3. 3. نعم. الآن ايش قد تتوقعون تحصلون بالموصل؟ ما أنا ما أقدر أتكلم بالموضوع الانتخابي بصراحة، بس أقول احنا مهما كان وزير ما راح نقدر ناخذ اغلبيه المقاعد بالنسبه لكذا، لكن انت تطرح منهج. بس احب اكد الوضع الاول، المشروع الوطني يقوم فقط عندما يقبل احدنا بخصوصيات الاخر ويتعايش معه على اساس الشراكه الوطنيه. وانا لم اجد اي قائمه وطنيه فعليه في العراق لحد الان.